بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية المباركة تأملات وبصائر، البصيرة الأولى أن الخطاب في هذه الآية موجه للمؤمنين (يا أيها الذين آمنوا) مو (يا أيها الناس)، لماذا؟ لأن الإطاعة سمة المؤمن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الإطاعة سمة المؤمن. من لا يطع الله ولا يطع الرسول ولا يطع أولي الأمر الذين هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهذا ليس فيه واقع الإيمان، وإن ادعى أنه مؤمن شيعي. البصيرة الثانية أن هناك حسب هذه الآية الطولية بين إطاعة الله عز وجل وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام وذلك لمكان الفعل يعني في الآية أطيع الله لم يعطف الرسول بالله مباشرةً أطيع الله ورسوله وأولي الأمر وانما قال أطيع الله هذه اطاعة للذات المقدسة الألوهية وأطيع الرسول كرر الفعل مرة ثانية لماذا لأن اطاعة الرسول في طول اطاعة الله المطاع واحد هو الله عز وجل اما اطاعه الرسول فهي في طول اطاعه الله، مو في عرض اطاعه الله. البصيره الثالثه انه لم يكرر الفعل، فعل الاطاعه مره ثالثه لاولي الامر منكم. لم يقل الله عز وجل في القران اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر. وانما جعل اولي الامر مع الرسول في الاطاعه. يعني هم سنخ واحد الرسول والائمه، نوع فارد، اطاعة الامام هي بنفسها اطاعة الرسول، واطاعة الرسول بنفسها اطاعة الامام، واحد ما يقدر يدعي انه انا اطيع الرسول صلى الله عليه واله ولا ارضى بالامام، ولا اطيع الامام. لا يمكن الفرز بين الرسول والإمام كلهم نور واحد ما يقوله أولهم يقوله آخرهم لا فرق بينهم إطاعة أحدهم لذلك العلماء يقولون إطاعة المعصومين على نحو العموم المجموعي مو العموم الأفرادي تارة واحد مقروض للشخص ألف دينار يعطي عشرة دنانير من القرض من الدين اللي يطلبه يصير 990، يعطيه 100 دينار يصير 900 يطلبه. هذا يمكن الفرز، مو ماكو ارتباط في الدين. ولكن في الايمان بالمعصومين هناك الارتباط، اذا واحد ما قبل احد المعصومين انكر الامام الحجه، فهو منكر للائمه وهو منكر للرسول، بل هو منكر لله عز وجل. لان الله عز وجل هو الذي امر باتباع الرسول والرسول صلى الله عليه وآله قال الأمة من بعدي اثني عشر كلهم من قريش وسماهم واحدا واحدا إذن إطاعة الرسول في طول إطاعة الله عز وجل ولكن طاعة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم وطاعة الرسول واحدة كما يستفاد من هذه الآية المباركة إهانة الرسول هذا موجب للكفر، لا شك فيه. العلماء يقولون من لوث الكعبة بالنجاسة أو لوث المصحف الشريف هذا كافر، لماذا؟ لأن لأن إهانة المصحف، إهانة الكعبة هذا إنكار لضروري الدين. اتفقت كلمة المسلمين على أهمية واحترام الكعبة، أهمية واحترام المصحف. إهانة الرسول كذلك صلى الله عليه وآله إهانة الرسول إنكار للضروري من يهين الرسول هذا كافر مرتد خارج عن الدين يحد حد المرتد كذلك إهانة الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هذا يسبب الارتداد لأنه إنكار للضروري إهانة الأئمة سلام الله عليهم انكار للضروره كما ان احترام الرسول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى احترام ذوي القربى هذا هو احترام للرسول صلى الله عليه واله هذا تبعيه للرسول صلى الله عليه واله كذلك اهانه ذوي القربى أذية لرسول الله ومن آذى رسول الله فقد آذى الله ومن آذى الله فله نار جهنم لذلك نرى أن هناك هجمة على الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في المظاهر والمخابر. اكو هجوم في المظاهر. نذكر البقيع نموذجا من اصدق مصادق الإهانة هدم قبور الأولياء والأنبياء والأوصياء. أئمة البقيع طاعتهم كطاعة الرسول صلى الله عليه وآله إهانتهم إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله تهدم قبورهم مرة واحدة الوهابية سيطروا على البقيع قبل أكثر من مائتي سنة أيضا وهدموا قبور أئمة البقيع قبل أكثر من مائتي سنة وكذلك قبل حدود تسعين سنة هذا الهدم الثاني اللي استمر إلى يومنا هذا مو الهدم الأول كما أن الوهابية دخلوا الى كربلاء اكثر من مره وقتلوا واسروا بعض نساء كربلاء في زياره خرج رجاله الكربلاء اهل كربلاء النجف في الزياره الغديريه فهجموا على كربلاء واحرقوا وخربوا كثير من البيوت وجزء من الحرم الشريف احرقوا الشباك طبعا منشا القضيه الهجمه ضد المعصومين سلام الله عليهم منهج يعني فكره غربيه هي لضرب الاسلام لضرب واقع الاسلام صميم الاسلام الغربيون اسسوا الوهابيه في الحجاز لماذا؟ لان الحجاز كثير منهم بدو خشنين ما يفكرون لذلك تربت فيهم هذه الفكره فكره الوهابيه محمد بن عبد الوهاب رجل ساعده جد آل سعود فدخلوا في حروب طاحنة هم أقلية قلة قليلة وأنتم تعرفونهم قلة قليلة جدا الوهابية يخالفون جميع أصحاب المذاهب الأربعة ويخالفون الشيعة ويخالفون الزيدية ويخالفون الجميع هم قلة ولكن بيدهم المال والإعلام والغرب هو الذي أسسهم مو بس ساندهم أسسهم التأسيس تأسيس غربي فاسسوا الوهابيه هناك في الحجاز واسسوا البابيه في ايران الايرانيون مرتبطون بالامام الحجه فاخرجوا شخص هذا اسس البابيه في ايران انه باب للامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف وجمع الناس حوله مع انه هذا كان رجل غريب كما ينقل في احواله على محمد الباب هذا كان رجل غريب كان يقف أمام ضريح سيد الشهداء على رجل واحدة كما يذكر في حاله ويقرأ زيارة عاشوراء بمئة لعن وسلام المظاهر ما لازم تخدع الإنسان شخص له عمامة كبيرة لحية طويلة يأتي وهذا قد يكون بيده المعول لضرب أساس الدين المظاهر متهم أمثال الشلمغاني هواية كانوا شلمغاني رجل عالم فقيه عند كتب كثير من الشيعة يرجعون إليه في عهد الغيبة الصغرى وإذا بالتوقيع يخرج من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في لعن الشلمغاني ابن أبي العزاقر هذا الرجل كان عالم مهم وكيل الإمام العسكري يمكن كان وكيل الإمام الهادي أيضا في زمن الغيبة الصغرى ولكنه أخذه الحسد فكان عاقبه امره قصرا. برصيص يا العابد هؤلاء كثير كانوا اللي في اواخر حياتهم في اواسط حياتهم بعد استقامه فتره تراهم انحرفوا، لذلك في الايه المباركه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، يعني شنو قضى نحبه؟ يعني استوفى عهده. لما الواحد يموت يعني خلاص الى لحظه الموت هذه كنايه عن الموت قضاء نحبه ولا المعنى يعني استوفى عهده وصل الى مرحله الموت اذا ما عاهد الله عليه التزمه الى اخر لحظه من حياته ما غير ومنهم من ينتظر البعض الاخر يمكن الان مستقيم ولكن قد ينحرف لازم نشوف وما بدلوا تبديلا المؤمن من المؤمنين رجال المؤمن ما يبدل أما قد لا يكون واقع الإيمان مو إبليس لعنه الله هذا جد كان مشتغل بالعبادة طاووس الملائكة بعدين شنو عصى الله عز وجل فإذا المظاهر ما لازم تخدع الإنسان في إيران أسسوا البابية البابية والآن هذا دين هو طبعاً ابتدأ بأنه باب للإمام الحجة بعدين ارتفع إلى أنه أصبح الإمام الحجة نفسه وعلي محمد الباب بعد ذلك ادعى الألوهية أنه هو الله والعياذ بالله فهكذا في هند أسسوا القاديانية لماذا؟ لأن الهند بلد الأديان المتعددة ماذا يقول القاديانيون؟ يقولون نحن موسى ونحن عيسى ونحن النبي نبي الإسلام ونحن كذا يعني اجتمعت كل الأديان في هذا الرجل اللي أسس القاديوني لذلك انتشر يعني يشوفون البيئة شلون بيئة الغربيون ضرب الأئمة سلام الله عليهم بالمظاهر ماذا كيف البيئة فحسب البيئة يجون ويشتغلون تكون لهم خطة وخطط فهكذا ويأتي ويخرب قبر الأئمة سلام الله عليهم في البقيع ولا نحرك الشيعة الآن تسعين سنة ساكنة هذا مأساة في الهند كان ينقل السيد الوالد رحمه الله أنه أسسوا أهان أنديرا أنديرا رئيس وزراء هند في زمانه أهان المعبد الذهبي للسيخ السيخ قلة بالنسبة إلى الطوائف الاخرى في الهند اهان المعبد الذهبي لهم معبد ذهبي مذهب قبه مذهبه اهان قتلوه السيخ واصبح معبدهم رمزا في العالم هم اللي اسسوا هكذا السيد الوالد كان يقول خمسين سنه قضيه ما يمكن قبل عشرين سنه يقول خمسين سنه اي حاخام يهودي لم يهن بعد الحرب العالميه الثانيه أي حاخام يهودي لم يهن أبدا يقول أنا ما سامع وهو كان متتبع أي قسيس نصراني لم يهن إلا واحد كابوجي اسمه هذا في فلسطين كان يوصل السلاح للفلسطينيين فسجنه الإسرائيليون عشر سنوات حكموا عليه يعني حسب قانونهم هذا في واحد إرهابي اللي يدخل السلاح للفلسطينيين أقاموا المسيحين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عشرات المجلات عشرات المظاهرات في العالم المطالبات من كثير من دول العالم بعدين أطلقوا بصراحة وكان جاي هو هذا كابوجي إلى قوم ملتقي بالسيدة الوالدة أيضا فأين شعورنا نحن الشيعة تجاه أئمتنا في البقيه هم عندهم خطة احنا ما عندنا خطة المرحوم الشهيد العام رحمه الله كانت عنده فت خطة مفصلة والتقى بكثير من علمائهم ومن شخصياتهم السعودية ولم يوفق يعني بالنتيجة شوط كبير أخذ لإعادة بناء البقية ويمكن حتى أخذ موافقة الملك وبعض الشخصيات إلا أن القضية لم لمشكلة حصلت حقيقة الشيعة يفكرون في البقيع لا نفكر لا نفكر نروح نزور ويهينوننا هناك الشداد الغلاظ خطة غربية لضرب المعصومين سلام الله عليهم هذا الموضوع الأول وكذلك خطة غربية لضرب المعصومين في المخبر يعني يمكن واحد شيعي معتقد ولكن يجون يأثرون على عقائده هذا خطير جدا التأثير على عقائد الشيعة قد يحصل من عمل المخالفين وقد يحصل من الداخل الشيعي هذا اللي يخوف الانسان اذا من الداخل الشيعي واحد اجا مثل علي محمد باب لعنه الله اللي هكذا يزور الامام الحسين قبل ان يرتد ويدعي البابيه هذا يؤثر في كثيرين مثل الشلمغاني اثر انحرف الكثير عن الامام الحجه سلام الله عليه كانوا يتبعون الشلمغاني ما يتصورون انه مثل الشلمغاني يجي ينحرف الواقفيه علي بن ابي حمزه البطائني هذا اسس الواقفيه هذا كان وكيل الامام الصادق كان وكيل الامام الكاظم سنوات سنوات الشيعة يروحون يخمسون عنده يأخذون المسائل الشرعية من عنده سنوات طوال الإمام الكاظم سلام الله عليه في غياه بالسجون 14 سنة أقل أكثر هذا كان الوكيل المعتمد بعد استشهاد الإمام الكاظم تشوف هذا الوكيل المعتمد اللي الإمام موكله مو أنه فد واحد هو اللي ادعى لنفسه منصبا ينحرف يشوف هاي الاموال بعد استشهاد الامام الكاظم الامام الرضا سلام الله عليه طلب منه الاموال التي خزنها عنده ملايين الدنانير كانت اموال كثيره الشيعة في فتره الامام الصادق صار لهم في نوع من الانفراج وصاروا في فسحه كثير من الشخصيات كانوا من الشيعة من التجار كانوا من الشيعة فطلب منه الإمام المال هذا هنا كان امتحانه انزلق انزلاق خطير الى الهوة السحيقة حقيقة راح راح الى نار جهنم ما قبل وقال الامام الكاظم لا زال حي اسس مذهبا باسم الواقع فيه وهذا كان اكبر دسمه للشيعة في تاريخ الشيعة يعتقدون به اكبر مرجع تقليدي ينحرف معقول ما يتصور كثير من الافراد ما يتصورون يتبعوا كما كان هذا وكيل الامام الكاظم الان لم يصدق الامام يعني معناه شنو يصدق؟ ان ابن الامام الكاظم اللي هو الامام الرضا هذا يكذب والعياذ بالله كثير من السجد السذج ذهبوا خلفه بعدين عندما الامام الرضا سلام الله عليه كان قاعد في جلسه نادى الله اكبر دفعه قالوا له ماذا؟ لماذا هذا التكبير الفجائي؟ قال اليوم مات علي بن ابي حمزه البطائني. أخذوا شيعوه ودفنوه والملكين اتوا اليه سالوه من ربك الله؟ من من نبيك؟ الرسول صلى الله عليه واله كتابك القران الائمه فعدهم الى الامام الكاظم. سالوه بعد الكاظم من؟ ما يقدر يقول الرضا هو من منكر للامام الرضا فضربوه ضربة بالنار اشتعل قبره إلى يوم القيامة فلما ضربوه أنا قلت الله يعني هكذا قد يصبح نخر العقيدة الشيعية من الداخل هذا الخطير هذه أيضا خطة غربية يجب أن لا يتأثر الإنسان بأمثال هذه الخطة حقيقة الغاصب الأول قال حسبنا كتاب الله إذا حسبنا كتاب الله ليش إحنا نجي إلى الرسول لماذا الله بعث الأنبياء والرسل والأوصياء هو كان يبعث الكتاب وخلاص ينتهي لماذا بعث لغو اعتباط أم النبي صلى الله عليه وآله هو المبين للقرآن النبي هو اللي يبين إليك الذكر صحيح هذا الذكر له ظاهر الظاهر قد يعمل به الإنسان ولكن في القرآن المحكم والمتشابه مو في أوائل آية سورة العمران هن أم الكتاب الآيات المحكمة وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أنزل الكتاب آيات محكمات موجودة وأخر متشابهات هذا المتشابه منه لازم يبينه المحكمات هم درجات محكمات واضحات جدا محكمات أدنى من درجة من الوضوح بالنسبة إلى بعض الآيات الأخرى ومتشابهات درجات الله عز وجل أعطى القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وآله وكما قلنا الرسول صلى الله عليه وآله والأمة حكمهم حكم واحد إطاعتهم إطاعة واحدة مخالفة أحدهم مخالفة كلهم لا شك في ذلك أما أن ننفرد ونقول حسبنا كتاب الله هذا معنى مخالفة الرسول قبل مخالفة القرآن نفسه ما أكثر علماء السوء يجب أن يبتعد الإنسان عنه عن فكرهم أن يرجع إلى صميمة أهل البيت سلام الله عليهم الآيات المتعددة في القرآن التي تشير إلى أن القرآن يبينه أهل البيت سلام الله عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت تبع الرسول عشرات الآيات إذا واحد يريد يشوف القرآن بعض الآيات يكتبها عشرات الآيات التي تقول تتبع الرسول تتبع إلى الأمر أطيع الله وأطيع الرسول إلى الأمر مو أنه نطيع الله شلون نطيع الله الرسول صلى الله عليه واله يقول: اني تارك فيكم الثقلين، اني تارك. يعني المنشا هو صار رسول الله. لذلك هذا القران الموجود الامام الناطق اهم من القران الذي هو بين الدفتين، كتاب الله يعني ذاك اللي عند الله عز وجل. الائمه سلام الله عليهم افدوا بانفسهم في سبيل حفظ شريعه الله. الإمام سيد الشهداء ضحى بنفسه وبأهله وبعياله وبأصحابه لتقوية الدين لينقذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة ولكن هذا القرآن الموجود الآن بين الدفتين بظاهره بمحكمه ومتشابهه أهم من رسول الله صلى الله عليه وآله كلا لذلك القرآن رفعوه المصحف رفعوه في صفين على رؤوس القنا الإمام أمير المؤمنين قال أنا القرآن الناطق شنو انتم هذا القران تقولون حكم بينكم وبيننا؟ انا القران، انتم شنو تفهمون من القران؟ انا اللي اوضح لكم القران. الحكومه الباطله التي فرضوها على امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تابوا وقالوا تب يا امير المؤمنين فاصبحوا خوارج في القضيه المعروفه. الرسول صلى الله عليه واله يقول: اني مخلف، انا المخلف. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله القرآن وأهل بيتي لا يفترق حتى يرد علي الحوض إذا واحد إجي قال إحنا نتبع أهل البيت دون القرآن ما نقبل القرآن هذا مرتد لا يقبل كلامه إذا قال إحنا نتبع القرآن دون أهل البيت دون الرواية ما معنى أنا؟ المهم أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل ذلك يتبع الله رسول الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مو كل الوحي الذي نزل على رسول الله هو قران كثير من الوحي الذي نزل على رسول الله هذا مو قران يعني لم يجمع بين الدفتين القران جبرائيل كان يقول هذه من الايات القرانيه هذه الايه الحديث القدسي كثير وحي كان ينزل على رسول الله وليس من القران إذن قد يكون المقصود أصلا بكتاب الله هو الأعم من هذا القرآن الموجود بمحكمه ومتشابه بظاهره لا الأعم من هذا حتى كل وحي نزل على رسول الله لذلك هذا الحديث اتفق عليه الطرفان حتى شوفوا في كتب العامة أيضا موجود أنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول العمار يا عمار إن سلك الناس كلهم واديا وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيًّا فَسْلُكُ وَادِيَ عَلِي اتفق الطرفان على هذا الحديث أنه صدر من رسول الله لماذا قال له فَسْلُكُ وَادِيَ عَلِي كان يقول له فَسْلُكُ القرآن أخذ القرآن وطالع القرآن الخوارج مو كانوا يقرؤون القرآن من الليل إلى الصباح أصوات القرآن تصدر من خيامهم وَرُبَتَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يلعن اكو في روايه لطيفه حتى واحد لا يغتر بامثال الوهابيه من خارج الصف الشيعي وبامثال الشلمغاني من داخل الصف الشيعي امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكميل يا كميل لا تغتر باقوام يصلون فيطيلون يصلي حقيقه صلاة طويلة استمر في الصلاة صلاة التراويح يصليها من الليل للصبح وتنكسر ظهره إن شاء الله لا تغتر المظاهر مو متهم واقع الدين هو المهم ويصومون فيداومون تشوفه طول السنة صايم ويتصدقون فيحسبون أنهم موفقون يعطي صدقة ويتصور أنه موفق يعني حقيقه صلاه صلاه عن خشوع صوم صوم حقيقي صدقته يتصور انه موفق يا كميل اقسم بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول لاحظوا ان الشيطان اذا حمل قوما على الفواحش مثل الزنا وشرب الخمر والربا وما اشبه ذلك من الخنا والمآثم المحرمات حبب إليهم العبادة الشديدة الشيطان يحبب لهم العبادة ليش؟ حتى يستمر يقول أنا على طريقة صحيحة ما دام هكذا أقوم وأتهجد في الليل وبعدين يفعل المآثم والمحرمات وما إلى ذلك والخشوع والركوع والخضوع والسجود يحبب الشيطان إليهم ذلك ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى نار ويوم القيامة لا ينصرون. في رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من عمل بدعة خلاه الشيطان والعبادة الشيطان يخلي هذا يشبع عباده اللي يعمل بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء. يلقي عليه الخشوع والبكاء حتى شنو حقيقة ذاك العقل الباطني إلى بعد ليلومة يقول له أنت الآن على طريقة صحيحة استمر استمر في هاي البدعة اللي تبتدعها نعوذ بالله من إلقاءات الشياطين ومن همزاتهم ولمزاتهم أسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم وزيارتكم وتكون زياراتكم للسيده معصومه والامام الرضا زيارات مقبوله ان شاء الله ونكون على الطريقه الصحيحه ونكون مصادق لهذه الايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا تقبل الله اعمالكم ان شاء الله ترجعون الى بلادكم بحوائج مقضيه ذنوب مغفورة يد مليئة بالخير ببركة الصلاة على محمد وال محمد